السيد ألف مبروك لك الفوز النهارده، مهم جدا 3 أهداف غير الفرص الضايعه. الفوز فين النهارده من جانب المباراه؟ يعني الحمد لله طبعا هي المباراه بالتاكيد كانت صعبه في تحضيرها وذهنها، يعني عارفين كويس قوي ان انت تلعب في السيمي فاينل وبتلعب قدام الترجي، يبقى الترجي هو الترجي بتاريخه وعرقته وقيمته. يعني البطاقه لسه ما خدناهاش، اللي هنا البطاقه الصعود للنهائي صحيح نتيجه لحد كبير مرضيه، لكن بطاقه التاهل لسه ما حصلناش عليها حاجه. يعني يمكن كان واضح جدا التحضير ازاي للجهاز الفني النهارده، سيطره استحواذ كامل واضح من الجهاز الفني كان محضر بشكل مش اول حاجه لازم تبقى فاهم انت بتلعب على بعد خطوه في النهائي، اكيد دي مباراه صعبه بتلعب مع زي ما قلت لك مع فريق الترجي، مفيش جمهور النهارده، لكن هم الترجي هيفضل الترجي زي ما قلت بسمعته وقيمته وتاريخه في عالم كره القدم الافريقيه. يعني خلينا نعدي النقطه بتاعت مباراه النهارده، يعني هي نتيجه لصالحنا لكن النتيجه الختاميه لسه ما انتهتش لحد دلوقتي. يمكن دايما الناس بتبقى قلقانه شويه من اول ماتش بعد تدريب بعد اي تدريب بلقب، دايما الناس بتبقى مترقبه اول ماتش بعد الفوز بالبطوله. وقلنا كده برضو اللعيب اول ما وصلنا هنا على طول قلنا لهم يعني عقليه كبيره بتساوي لعيب كبير بتساوي نادي كبير بتساوي بطولات كبيره، عقليه صغيره يعني بتستكفي. يعني فاعتقد ان ده امور خلاص، يعني مع الايام اللي احنا بنشوفها والمباريات الكبيره اللي بنتفرج عليها والانديه الكبيره اللي بنتابعها بالتاكيد لازم يبقى عقليتك تناسب النادي اللي انت بتلعب فيه. النادي الاهلي شايف زي مباراه العوده وسط برضه هتبقى اصعب، انا شايف ان مباراه العوده هتبقى اصعب بكتير من مباراه النهارده. يعني ان شاء الله الرحمن هنتسلح بعقليتنا ونتسلح بجمهورنا ونتسلح بتركيزنا والتزامنا وانضباطنا. هتبقى مباراه العوده بالتاكيد مهمه جدا لان هي النقطه الاخيره عشان توصل للنهائي مثلا.